كنت خدام حدا الشجرة هادي في الجردة وحسا كنسمع كتكلم طرق طرق طرق، فسرحت عيني لقيت الشجرة هابطة. دخلت سبق الإدارة تنعلم الموظفين يخرجوا للحديد ديالهم، عاوتاني نرجع نحبس الناس باش ما يدوزوش من تحتها. الحمد لله مني ما كانوش الناس من تحتها جالسين تماك، وحسا خرجوا موظفين هبطت هي على الطوموبيلات راك شتي، وهبطت على داك الكرياج راك شتي، والحمد لله مني ما كانش خسارة في الأرواح، الحمد لله ونشكره. بالنسبه للرياح ديال هاد النهار خرجت في الصباح كان واحد الجو صراحه جو فيه ريح كثير، اللي هو هاد النهار كان تفاجئوا كيتسبب خسائر، الحمد لله اللي ما كانش خسائر بشريه فهي كانت خسائر ماديه اكثر. مجالس المنتخبه يعيدوا النظر في هاد الاشجار، وكذلك بعد الأشياء اللي يمكن لها تسبب الخطر في المواطن المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.